والسداد، نشكر جمعية المرأة الرائدة في مجال المرأة، الحمد لله بندواتها بملتقيات اللي تعدل جمعية، فعلا نسأل الله على أن يوفقها. هذا الملتقى ملتقى جاء في وقته، وأيضا عنوان كبير، عنوان كبير، صمود المرأة الغزاوية، فعلا عنوان كبير. ودور المرأة الموريتانية كان دور واضح، وكان دور أيضا الحمد لله رائد، نرك فعلا نيتنا نتحدث عن دور المرأة الموريتانية فالقضية الفلسطينية، ما أن اللي نقوله فيه أكثر من اللي قالوا الأخوات من قبل، بالتالي لا أريد التكرار، لكن دائما دور الملتقيات دورها دور تحسيسي، وهو اللي الآن جمعية المرأة الحمد لله عدلت في مجاله ذا الملتقى، بالتالي دور التحسيسي يحتاج على أن نشوف وعلين الأماكن اللي تحتاج تحسيس أكثر، وعدم حضور القضية عندها أكثر، ونحاولوا على أن نحن كنساء نعود رائدات فعلنا، اللي ما كان عالم بالقضية الفلسطينية على أنه يعلم به. طبعا الحديث عن صمود المرأة الفلسطينية، الحديث هذا قد تعود مجالات الحمد لله موجودة في النت، موجودة في البرامج، موجودة يا الله أي ملتقى، أي خدمة جديدة اللي نقدموها للمرأة الفلسطينية الصامدة، يا الله يعود في مجال يزيد القضية يمشي بها إلى الأمام. وظهر لي على أن هذا مجال نقدو نحن هنا تياه في ذا الملتقى، وخاصة النساء الموريتانيات يعدلوا فيه دور كبير جدا، لأن موريتان الحمد لله دولة عربية إفريقية، دولة فيها عدة فئات، دولة تتحدث عدة لغات، دولة الحمد لله في وضعية مستقرة، مؤمنة بالقضية الحمد لله، مواكبة حيثياتها، بالتالي يمكن فعلا المرأة الموريتانية على أنها تقدم اللي يقدوا النساء الأخرات يقدوا يقار ما هو ليعود كيف التميز اللي يتقدموا به المرأة الموريتانية. بالتالي نهر اللي علنا يا الله نستحضروا دائما في ذا النوع من الملتقيات مع نخبة الحمد لله النساء حالا في هذه المواضيع، قالوا المقالات اللي تكتب ذي الأمور كاملة، يا الله نستحضروا فيه دائما علنا ندور جمهور زايد على الجمهور اللي كان عندنا المؤمن بالقضية، وليه نجيكم من الآخر. أعلن نحن في بلد فيه عدة مكونات، والقضية ما هي مستحضرة عندهم لحد الآن بذيك الدرجة اللي مستحضرة عند البعض منا الحمد لله، يمكن بعامل اللغة مطروح، وهذا دائما نطرحه، يمكن يعود عادة نتكلم يتوقع حد المجال اللي يتكلم فيه، يقال لأن فعلا القضية عندنا قضية ما هي فقط مناصرة مظلوم، مناصرة مظلوم وعقيدة قبل كل شيء، ودائما الأمور اللي عقيدة تدخل فيها مسؤولية الدعوة لها، ومسؤولية أيضا التحسيس بها، التحسيس بها. بالتالي فعلا ملتقى جيد، يقال كان زين عندي يستحضر فيه وتوفع لنا فم ناس أخرين نحن مسؤولين عنهم، مسؤولين عنهم. الحمد لله الأيام الماضية خلقت ملتقيات كانت جيدة، خلق ملتقى أنقذوا غزة كان فيه الحمد لله عدة مداخلات، كانت فيه قدر من الأمور، وهذا طبعا امتداد وامتداد المزاد ليجي عدة أنشطة بعد ذلك. يقال يجب دائما لنا نستحضر وتوفع لنا نلعب دائما في أرضية أخرى، إياك نزيدوا نزيدوا نزيدوا. وراهو بالمناسبة إلينا نعدلوها، ما فقط أشركنا المواطنين كاملين معانا، والمرأة الموريتانية كاملة يقال أشركنا معاها دول الجوار أيضا بحكم اللغات اللي عندنا وعند الجوار وعند الجوار، وأيضا قمنا بحق بدور
انصر أخاك ظالما ومظلوما، ونحن طبعا هون الحمد لله ظالما ما فهم يا قارئ، ليه ننصر أخوتنا بكل الوسائل الموجودة، بكل الوسائل، ومن أبرز الوسائل الآن الموجودة هي وسائل الإعلامية ووسائل اللغوية. الإعلامية الحمد لله قايمين بها القنوات على أكمل وجه. يا قارئ من درى كان الرسالة اللي توصل من ذي القنوات اللي عندهم كانها واصلة للناس كاملة. بالتالي أنا زين عندي إن شاء الله في الملتقيات القادمة تعود مثلا معدلينها بالبولارية، معدلينها خالقة، أحيانا يعود الجمهور اللي يحضر لي، لا يحضر لي لأنه يسمع للي نقول. يقال أنا للي نقول يسجل، يسوى ما أحضر لي جمهور اللي يسمعوا أي مداخلة مثلا عدلتها بذي اللقات وانتشرت، يقعد يعود ما أحضر معايا، يقال أحضر على الفيسبوك وصنتوا له سمعوه، أحضر على تيك توك مقاطع مثلا معدلة باللغات الوطنية عن ذي القضية